إلى جميع مشاهدي قناة الآرامية حول العالم، موعدكم مع برنامج أضواء على العراق يوم الأحد الموافق 29 آيار. موضوع الحلقة: إنهاء الإرهاب والفساد والمحاصصة يبدأ بإصلاح القضاء. أضواء على العراق، إعداد وتقديم الأستاذ كمال يلدو. ضيوف الحلقة: الأستاذ القاضي زهير كاظم عبود من السويد، المحلل السياسي الأستاذ فاروق فياض من بغداد، الدكتور مزاحم مبارك مال الله من بغداد، والباحث الآثاري الأستاذ حامد خيري الحيدر من السويد. أضواء على العراق يوم الأحد 29 آيار في تمام 1 ظهرا بتوقيت نيويورك، 8 مساء بتوقيت العراق، فانتظرونا.